بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، برحب بكم يا أولادي أبنائي وبناتي طلاب وطلبات الثانوية البريطانية IGCSE منهج ICT، وما زلنا في شابتر 6 ICT Application، وكنا اتكلمنا في السيشن اللي فاتت عن 6.8 Booking System، وخدنا example على البوكينج سيستم على الثياتر اند سينما بوكينج سيستم، وقلنا الاونلاين بوكينج سيستم rely on the ability to update the file immediately. دي اهم حاجه في الموضوع، thus preventing a double booking which could happen if a system response time was slow. ودي كانت نقطه مهمه جدا، وكنا خدنا example عليها اللي هو الثياتر بوكينج سيستم عشان يدسكرايب هاو السيستم ورك، وقلنا ان الفكره كلها ان الكاستمر بيبدا يكليك على البرفورمانس اللي هو عايزه عشان يوش تو سي سي، وبعدين بيبدا اديته التايم بتايب ان بيبدا يدخلهم، وبعدين بيريكواير ذا نمبر اوف سيت، بيختار السيتس اللي هو عايزها، والسيتنج ديسبلاي للثياتر شون اون ذا سكرين، ولحد ما يوصل لمرحله انه الايميل سنت تو ذا كاستمر which they printed ايه اوت، يبدا ان هو يطبعه، يبقى في الحاله دي اي تيكت. اي تيكت، خد بالك من مصطلح اي تيكت ده، وخدنا مثال عليها برضو في الفلايت بس دي مور ايه ديتيلز. وكنا اتكلمنا ان موضوع الادفانتجز والديسادفانتجز زي ما ليها مميزات ليها عيوب. الادفانتجز في الاونلاين بوكينج سيستم ان بي بريفنت ايه الدبل بوكينج، ما فيش حد يقدر يحجز اكتر من ايه سيتس which could happen لو بيبر، ممكن ان يحصل المشكله ديت بيبر يوزنج سيستم بتبقى مشكله كبيره، والكاستمر برضو جيتس ايه immediate فيدباك. دي مميزات عظيمه جدا on the availability of a of seats. وبالنسبه لعيوبه، طبعا اي حاجه فيها اي سي تي او اونلاين يبقى انت محتاج ايه سيتنج اب للمينتيننس اوف اونلاين بوكينج، مش كل الناس عندها انترنت طبعا، ده كان زمان شويه يعني، لازم تكتب اي عيوب يعني. وبرضه التريننج للكاستمر والاوفن ديفيكولت تو كانسل البوكينج، دي طبعا مشكله لو انت هتبوك اي سيت مثلا في الثياتر او في الفلايت بيبقى في صعوبه شويه عشان الريتين اوف ماني و get your money back using the online system. اليوم إن شاء الله هنكمل chapter 6 ونتكلم على point 9 banking application. استخدام الـ ICT application in banking موضوع مهم جدا لأن أنت بتتكلم في money. The use of computer technology has revolutionized how we will do our banking. الدنيا اتطورت جدا في موضوع الايه ترانزاكشن بانكينج. This section will consider، احنا يعني طبعا في السكشن بتاع البانكينج ده هتناقش الاي تي ام اللي هي الاوتوماتيك تيلر ماشين، اجهزه الاي تي ام اللي موجوده اون اول اوفر ذا وورلد، والانترنت بانكينج والتليفون بانكينج والتشيب اند بين تكنولوجي والكليرنج تشيك والالكترونيك فاند ترانسفير. احنا هنتكلم النهارده عن النقطتين الاولانيين اللي هي اليوز اوف اوتوماتيك تيلر ماشين الاي تي ام والانترنت بانكينج. الاوتوماتيك تيلر ماشين اللي هي الاجهزه الذاتيه اللي موجوده في كل الاماكن اسمها اي تي ام، الاختصار بتاعها اي تي ام خلاص، اوتوماتيك تيلر ماشين. دي عباره عن اي بليس وير كاستمر كان جيت ايه جيت الكاش ماني او باي ذير كريدت اور ديبت كارد باي ذير كريدت اور ديبت كارد. طبعا هي بتأدي كل البانكينج اكتيفيتيز such as a ordering statement الكاستمر تيك ماني اور withdrawal، كل العمليات اللي هي الخاصه بالبانكينج. فهنا بيقول لك ان السيستم فكرته ماشيه ازاي، sequence of withdrawing cash. لو انت بتعمل اي عمليات للكاش ماني سواء كان withdrawal او debit يعني سحب او ايداع، يعني اللي بيحصل السيكونس فور withdrawing وات جوز بيهايند ذا سيكشن، وهنا التيبل بيوضح لك. يعني اول حاجه كاستمر بوت ايه الكارد في الاي تي ام، دي اول خطوه بيبدا يدخل الكارد كده في الاي تي ام في الفتحه المخصصه بتاعته. طيب الكونتاكت ميد، دي اول ما بيدخل الكارد بتاعته في الاي تي ام يبدا يحصل اتصال ميد with البانك كمبيوتر. طيب يبدا يطلب من اليوزر الاول ايه انه ينتر البين نمبر. طيب لما اليوزر ينتر البين نمبر باي الكيباد، دي الكيباد دي وخدناها ده نوع من انواع الكيبورد، البين دي بياخدها الكمبيوتر او السيستم ويتشيك تو سي اف كوريكت ولا لا. طبعا بتبقى مسجله على الايه الديبت كارد بتاعته. طيب خلاص طلعت تشيكد وفاليد، يبدا بعد كده يديله شويه اوبشنز كده عشان يجيفن هل هو عايز يتشينج البين
اللي دخلها دي اللي هي الباسورد بتاعت البين بتاعت الديبت كارد، ولا توب اب موبايل فون، ولا سي الاكونت بالانس، ولا باي تشيك. طبعا تحت السي اكونت بالانس هل هو اون سكرين ولا برينتد، عايز يشوف الاكونت بالانس بتاعته في البنك اون. كل دي عمليات البنكيه. باي تشيك برضو ممكن في بعض الاي تي ام بتديك امكانيه انه يباي ان تشيك دفع الشيكات يعني. وفي ريسيت ريكوايرد في الاخر خالص بعد ما بيخلص العمليات بتاعته، ريسيت ريكوايرد اه ولا لا. جيت ميني ستيتمنت ترانزاكشن لاست ويك برضو من ضمن العمليات اللي ممكن تطلعها الاي تي ام انه جيت ميني ستيتمنت زي ستيتمنت كده للترانزاكشن اللي تمت في اللاست ويك. ده مثال صغير طبعا، لو من خلال الموبايل بانكينج ممكن الموضوع يكون خلال 6 شهور 6 مانث. بيبل طبعا ليه لاست ويك، لانه هيطبع ورق فالبرينتنج هتبقى كتيره او يطلعها على السكرين. ممكن برضو هل هو بيبل، بيبل يعني ايه؟ هيدفع فاتوره مثلا، فاتوره التليفون، فاتوره الارضي، طبعا طبعا كونكتد مع الجفرمنت اورجانيزيشن اللي هي خاصه بالايه بالبيلنج زي فاتوره الالكتريستي او التليفون. ميك ماني ترانسفير، هل انت عايز تحول كل العمليات دي بنكيه يعني تحول ماني او ترانسفير ماني تو انذر بنك. وفي ويدرول كاش يعني عمليه السحب. طيب كل دي الاوبشنز اللي بتظهر لليوزر. طيب اليوزر المفروض بيختار اوبشن من دول، كاستمر سيلكت كاش اوبشن، هو عايز يعمل ايه مثلا؟ بناء عليها يبدا النمبر اوف كاش اكاونت ار شون يظهر له بقى، هل هو عايز يعمل سحب ولا ايداع ولا وات ايفر اكشن عايز يعملها. وبالتالي الاوبشن اللي هتظهر له كارد كارد از تشيك تو سي هل الاكسبيريشن ديت اوف اكسيدد الكارد ولا لا، وبالتالي يبدا ايه ترانزاكشن كومبليتد سكسسفلي. لاخر خالص الكاستمر بي اكسبت وان اوف ذا اوبشن تايب ان ديفرنت اماونت، الكاستمر اكاونت از اكسسد يبدا يوصل للاكس ياكسس الكاستمر اكاونت الحساب بتاعه في البنك ويشوف هل هو عنده ماني ولا لا. يتشيك ميد سي اف ديلي ليميت اكسيد، طبعا لو هو بيعمل عمليه سحب لان بيبقى فيه ليميت معين في عمليه الفاندنج ديلي، يعني ما يقدرش يسحب مثلا مور ذان 3000 دولار مثلا او على حسب البنك. الكاستمر از ان اسكد اف they want to receipt، هل انت عايز ريسيت ولا لا، وبالتالي انت بتشوف الايه الانفايرمنتال ايه سيفنج ان انت ما بتطبعش ورق. الكارد في الاخر هيريتيرند هيطلع له كارت والترانزاكشن اوكي. والماني از ديسبنسد في الاخر خالص يعني لو في اي خصومات من الماني من البنك بتاعه من كاستمر اكونت از ابديتد. طبعا كل دي عمليات بنكيه من خلال الايه الاي تي ام. طيب هل في ديس ادفانتجز على موضوع الاي تي ام دي؟ اه قال لك في ثلاثه ديس ادفانتجز هنا بسيط جدا. They are open in place where a thief can be take place at night، ممكن يحصل سرقه يعني في فترات الليل يعني. They are often in places في اماكن ممكن يحصل فيها سرقه. وايه كمان؟ البوجس اي تي ام كان بي ست بوجس، يعني اللي هي ممكن تقول اجهزه الاي تي ام اللي مش صحيحه يعني نوت فاليد اي تي ام، جهاز بس ممكن يجذر انفورميشن اباوت ذا كارد اوف ريتين، ممكن حد يكون عامل الجهاز ده بس بيجذر انفورميشن او يسرق الكروت. ايه كمان؟ some banks charge customer for use of ATM. اه خطيره دي برضو، ان بعض البنوك عشان تستخدم الاي تي ام بيعمل لك تشارج كده او يخصم منك من الايه الحساب بتاعك مقابل الخدمه دي او السيرفيس اللي بيقدمها لك دي بعض البنوك. طيب ده بالنسبه لموضوع الايه الاي تي ام. هل البانكينج ابلكيشن فيه سيرفيس ثانيه ممكن الاي اس تي يوظفها غير الاي تي ام؟ اه الانترنت بانكينج، ودي خطوه جميله جدا. انترنت بانكينج يبقى انت هتخش على الانترنت وتبدا طبعا بسكيورتي جود سكيورتي، هتالاو ترانسفير سم اوف ايه اوف ماني بتوين الاكونت، تقدر ان انت تترانسفير ماني بتوين اكونت، تقدر تبيمنت البيل نفس الترانزاكشن اللي انت عملتها فوق دي ممكن ان انت تعملها بس من خلال اونلاين بانكينج. اوردرنج ستيتمنت تطلب ايه رصيد او حساب مثلا اند سو اون. This is a list. This is a particular benefit of people
who are unable to visit the bank. طبعا من مميزاتها ان هي ايه، في بعض الناس مش قادرين ان هم ايه visit the bank during their normal opening hour if they are suffer some disability. مثلا ناس عندهم اعاقه او ناس مش قادرين ان هم يروحوا مثلا بسبب الدوام او بسبب شغلهم او كذا، مش قادر يروح. فبالتالي الاونلاين بانكينج ده بيوفر عمليات انك تروح البنك عشان تسحب او عشان تودع مبلغ او تصرف شيك او كده. Which make traveling to a bank. طبعا عملية السفر مش traveling يعني السفر، ممكن تروح للبنك بمواصلات وي That's all advantage. دي كل دي مميزات طبعا بتوفر وقت. Saving time, save money. Working from a home are valid. طبعا ده ينصح بيها يعني are valid في ظل الظروف كمان بتاعت كورونا والظروف المرضية والحاجات الصحية والاحترازات يكون أفضل. However, it's also true that the disadvantages of using internet are very valid when applied on internet banking. As amount of online shopping, عملية برضو التسوق shopping and banking increase, the impact of society begin to gain insufficiency. يعني انت دلوقتي عملية التسوق برضو من خلال اونلاين، يبقى انت السوسايتي هنا او المجتمع هنا هيبدأ ايه هيعاني من الحتة دي. الاونلاين شوبينج هو هنا كتبها بشكل ثيوري او بس انت ممكن تلخص كادفانتيجز وديس ادفانتيجز في النقاط التالية. اونلاين شوبينج and banking means ايه؟ means that more and more people are staying at home. صح ولا لا؟ to buy good services. manage their bank account and that. كل دي ممكن يكون عيب طبعا اللي هي staying at home وما فيش يعني ايه زي اختلاط مع الناس يعني او كده او في society actions. دي برضو تعتبر disadvantages. their bank account and book holidays etc. this would be done using a computer connected to internet. برضو من العيب ان انت لازم تكون connecting to the internet ومش كل الناس ايه some from electronic payment usually credit or debit card. The following notes give comprehensive list of disadvantages or advantages using the internet. Carry out many of these. الجزء الجاي ده هنوضح فيه الadvantages والdisadvantages والeffect بتاعتها of online banking and online shopping. These are both considered together there في السكشن الجاي ده. طيب احنا عندنا فيديو كده بسيط برضو عشان نفهم موضوع الاونلاين بانكينج ده، يوضح لنا التطورات او developing of banking versions من اول ما كان banking عادي traditional وبعدين الـ ATM وبعدين الـ online. تعال نشوفه مع بعض او mobile application. تعال نشوفه مع بعض. Nation's economic strength is inextricably linked to a robust banking system. For a banking system to be robust, it must have reliable infrastructure. هو طبعا هنا يعني example على بنك معين والانفراستراكشر كانت مبنيه ازاي تراديشنال الاول وبعدين تطورت ازاي زي ما نشوف. Across all sections of society in the last 2 to 3 decades the very nature of financial transactions and banking has changed. Banks have transformed from brick and mortar to online platforms, from cash to card, and from teller counters to clouds. To clouds, طبعا انت بتستخدم mobile application. Empowering citizens to achieve financial freedom and economic growth. At the heart of this transformation lies information and communication technology, or ICT. Join us to witness the ICT banking revolution. What is a bank? It's a place where our assets remain safe. It's an institution that helps grow financially. And it's a channel for us to conduct financial transactions in a secure manner. Our most traditional ideas of banking look something like this. A building with safes and lockers, with a staff to help us navigate the system. In this traditional setup, currency is usually in the form of paper and coin cash. This is banking 1.0. Banking 1.0. ده طبعا البداية بتاعت البانكينج فيرجن 1.0. 1.0 is a tedious system. Luckily,
Information and communication technology has brought about the solution. It's the next level of banking. الليفل الثاني بقى بدأنا ندخل اي سي تي في البانكينج، هنعمل ايه؟ Banking 2.0. What does banking 2.0 look like? Thanks to the internet, brick and mortar banks have now a virtual presence. شوف فكرة السيرفر. Bank tellers are now also machines called ATMs and cash is now also paperless. طبعا دي المميزات، الكاش خلاص ما بقتش paperless، بقى كله في الكارد بتاعك. In banking 2.0, ordinary. هنا الراجل ده قاعد في البيت وعمال يبدأ يعمل fund transfer، بيبدأ البيمنت، بيبدأ البي بيلمنت، كل العمليات بيعملها وهو قاعد. Citizens can conduct financial transactions anytime, anywhere, often at the click of a button or via. ادي العمليات اللي بيعملها. Would you like to receive? Would you like to. لو رجعنا تاني العمليات اللي بيعملها الـ ATM. Anywhere, often at the click of a button or. ادي العمليات funding transfer ولا pin change ولا deposit اللي كنا قلناها من شويه ولا fast credit withdrawal سحب والايداع والبالانس انكويري. كل العمليات بيبدا يختارها من خلال الـ ATM. Via smart devices. في الاخر بيدي له هل عايز receipt ولا لا. This revolution come about. In order to deliver useful services in customer-friendly manner, banking technologies achieved their first ICT milestone at the turn of the new millennium. It was called core banking. Today, every major bank's foundation rests on core banking. But what exactly is it? It's a system by which each branch of a bank is connected through a digital network. At its heart, or core, is a storage server. The server is a sophisticated hardware machine that stores every branch's information in digital format. It can communicate this digital information anytime to any bank branch by using satellite or telecommunication technology. This means that a customer can access his or her account from any outlet throughout the country. The advent of core banking in the early 2000s changed everything, paving the way for a whole new way of doing banking. A new kind of machine began sprouting up. It was the size of a small cupboard, and it did many of the jobs that were traditionally done by brick and mortar banks. The ATM or automated telling machine. ATM or automated telling machine is a 24/7 bank that anyone 24 ساعة مش في وقت معين، وبالتالي انت مش محتاج ان انت تروح لايه travel to bank. Can access to withdraw or deposit cash, to deposit check. طبعا deposit او withdraw سحب وايداع يعني. And even pay bills. ATMs have revolutionized the way we bank by eliminating long procedures and bringing the bank back to our own backyard. And it's not just about طبعا وانا بديك مثال، طبعا انت لو رايح you have to pay a money by a device اللي هو الاي تي ام الصغير. ATMs, core banking and IT technologies have ensured that even الراجل ده بعد ما اشتغل بنطلون اهو هيبدا يدفع باي اي تي ام. Payments can happen effortlessly. Today, over 550 million transactions are happening through debit and credit cards, which rely on the same magnetic strip technology as ATMs. Thanks to online and mobile models. Version green, the online and mobile banking. Banking 2.0 ensures that banks come to wherever the customer is. But there is yet more innovation around the bend. It's time for Banking 2.0 to upgrade to Banking 3.0. What will Banking 3.0 الفيرجن الأخير بقى أو الفيتشرز الأخيرة للبانكينج 3 اللي هي استخدام الـ Mobile Banking look like? One of the latest mobile banking systems to enter the retail and services space is Mobile Wallets. It's a mobile-based account that stores cash for specific purposes like booking a taxi or shopping online. When a purchase is made or a service rendered,
the payment is simply deducted from the mobile wallet. هي يعني والد كده او محفظه يعني صغيره بتبدا ايه تتعامل مع البنك او deduced from the mobile wallet بتاعتك اللي جوه البنك يعني connected مع السيرفر بتاع البنك باي موبايل. نفس السيرفيس اللي بيقدمها الاي تي ام موجوده على الموبايل بانكينج تقريبا ويمكن اكتر كمان. طيب الادفانتجز والديسادفانتجز الخاصه بالموبايل بانكينج والاونلاين شوبينج اند يوزنج بانكينج طبعا هو لازم يكون في ادفانتجز وديسادفانتجز ان انت من مميزات ان انت ذيرز نو لونجر نيد تو ترافل مش محتاج ان انت تروح عشان تو تاون او السنتر وبالتالي انت هتريديوز الايه الكوست هتصرف بقى مصاريف مواصلات وفيرز وحاجات زي كده وفول فول بنزين والكلام ده والتايم ويستنج ضيع الوقت عشان تروح للبنك عشان ايه تدفع او تباي سامثينج او تويدرول اني ماني. كمان يوزرز ناو هاف انت سيفنج تايم او النقطه دي. الجزئيه الثانيه يوزرز ناو اكسس وورلد وايد ماركت يقدر انه يروح شوبينج بقى او الماركت بتاعه في اي مكان كان ذس ايه لوك فور برودكت يبدا يشوف البرودكت اللي هو عايزها وبالتالي يقدر يسلكت الايه التشيبر برودكت. This is obviously less expensive. ويقدر يسلكت الايه less expensive or less time consuming that having a shop around the more conventional method افضل من الطرق التقليديه or conventional method. They will also access to much wider choice of goods وبالتالي يقدر يختار ايه بضائع كتيره جدا او much ايه goods. Disabled and the elderly people can now access any shop or bank without the need to leave home which of great benefit of them. انت مش محتاج ان انت طبعا ايه لو disabled people او اللي هم الاشخاص اللي هم ذوي الهمم او ذوي الاحتياجات الخاصه يعني اللي ما يقدروش ان هم يروحوا لو في اعاقه او whatever something without need of a leave home من غير ما يروحوا لهم خلاص هو قاعد زيه زي الايه الاشخاص العاديه وبالتالي يقدر ي benefit of them. It helps keep them a part of society وبالتالي هم بقوا جزء من المجتمع since they can now all do all the things for granted by able bodies people. نفس الحاجات اللي بيعملوها الايه الابل بوديز عكس الديسيبل ابل. طيب ايه كمان يبقى انت saving time saving money cheaper online disabled people because it is online برضو shopping عندك 24/7 day. This is particularly helpful to people who work as the shop bank would normally to close when finished. طبعا النورمال كيس ان الشوب بيقفل مش واخد ال 24 ساعة وبالتالي انت مش هتقدر ان انت ايه تعمل شوبينج. كان زمان دلوقتي خلاص انت اونلاين في اي وقت 24 ساعة 24 hour 7 day تقدر تشوب براحتك خالص. People can spend more time doing other things وبالتالي انت لما تقدر تشتري في اي وقت تقدر توفر وقتك وتعمل اي اشياء ثانيه زي مثلا شوبينج تو ذا سوبر ماركت تروح تشتري بقى الحاجات العاديه خالص او دوينج اونلاين. باي دوينج اونلاين هات سيتنج ريبيت ايتم بيبل ناو ار فري يبقى في عنده وقت حر طبعا يقدر يؤدي اشياء اللي هي يقول لك ايه الليجر اكتيفيتيز الحاجات اللي بيسموها الكساله مثلا او الحاجات اللي ايه الناس يعملوها وهم ايه مرتاحين يعني. Many people find less embarrassing to ask. في ناس بتبقى محرجه يعني من ان هو يروح يطلب كارد من البنك مثلا using الايه الانترنت rather than enduring face to face انه يواجه الكاستمر سيرفيس او البنك ستاف ويقول له انا عايز اخد كارد او كذا او كذا يعني نوعا ما الناس في ناس بتبقى محرجه وبالتالي انت ممكن introduce this action by online. There are often long queues برضه لما بتروح البنك بيبقى في طابور كبير عشان تذرو مثلا او تعمل عمليات سحب وايداع وتشيك اوت شوب وبالتالي انترنت بانكينج سهل لك العمليات ديت. مميزات كثيره جدا الشوب اند بانكس سيف ماني باي نوت هافينج از ماني ستاف وركينج اون ذيم. البنوك نفسها بقى ممكن هي توفر موظفين او عماله يعني ريديوس الويج بيل بالتالي هتوفر رواتب الناس ديت وتعييناتهم والستريت بيرمسز ريدكشن ريتينتال كوست ايجارات بقى الاماكن اللي هي ايه الستريت بيرمسز
اماكن بقى هاي يعني زي ما بيقولوا، في اماكن معينه. التالت توفر رواتب وتوفر ايجارات وتسيفنج الاوفن البوست كاستمر فروم لور انترست ريتس وشيبر جودز. كل دي مميزات لجزئيه البنك نفسه فور ذا بانك. طيب ايه العيوب؟ اول عيب من غير ما نبص كده ان احنا لازم في سيتنج اب. سيتنج اب فور ايه؟ هتلاقيها موجوده هنا. It is necessary for computer and pay for internet. دي نقطة لازم تكون موجودة مع أي عيوب أو disadvantages of a using ICT. فأي جزئية بعد كده دايما تقول إن الكمبيوتر والإنترنت دي يعتبر عيب، لأن مش كل الناس عندهم الإنترنت. أنت ممكن يكون عندك، لكن في poor people ما عندهمش، أو في دول الإنترنت فيها بطيء جدا. طيب إيه عيوب الإنترنت؟ برضو هيخش لك جزئيه ايه، there is possibility of isolation of lack of society شوف socialization of people. انت ما بتقدرش تعمل socialization مع ناس وتقدر تنزل تكلم الستاف، تكلم مش عارف ايه، تنزل تكلم في مجتمع. socialization دي هتتحرم منها او isolation. ايه كمان؟ في ناس بيعتبروها ميزه وفي ناس بيعتبروها عيب، بس احنا بنعتبرها ايه، عيب على اساس احنا مش disadvantages، على اساس احنا في ايه، في society. There are possible health risks. Health risk يعني ايه؟ حاجات مش صحية with online shopping or banking because a lack of exercise. انت لما تقعد تعمل online banking يبقى انت ما بتعملش تمارين، ما بتتحركش يعني، ما صح؟ او people physically go shopping ما يقدرش يعني، بتحركش بقى، قاعد على كرسي زي ما بيقولوا. طيب من برضو من ضمن disadvantages security issues majority connection concern. زي ايه مثلا؟ ممكن يحصل هاكينج على البانكينج، ممكن ستيلينج الكريدت كارد تتسرق وهكذا. دي تعتبر الفيشنج، الفارمينج، كل دي تعتبر ايه، عيوب، بس عيوب الديجيتال ايشوز. يبقى انت عندك في فيزيكال ايشوز ان انت ما بتتحركش، وفي سكيورتي ايشوز. طيب ايه كمان؟ اكسيدنتلي يوزنج الفرودلنت بانك اللي هي عمليه التزوير يعني او السرقه. Websites always risk. انك تدخل على الاونلاين بانك ممكن تدخل بالخطا باي فولت على فرودلنت بانك، وبالتالي ممكن يستولن ايه، ريسك. دي هتمثل ريسك لانه يلينك سكيورتي ايشو، بالتالي ممكن يستولن يور داتا. It's necessary to have computer. هذه النقطه هي المهمه لاي حاجه خاصه بالاي اس تي، انك لازم يكون عندك كمبيوتر وباي فور انترنت، تدفع على الانترنت وبالتالي في تشارج على الانترنت. Unlike high street shopping, it's only possible to see picture of goods. لو انت بتعمل اونلاين شوبينج مثلا، يبقى في الحاله دي انت بس بتشوف الايه، البورتريه الخاص بالاكزاكت كلر، مش هيبقى سليم. غير ان انت لما تروح بنفسك او فيزيكالي تراي سمثينج تو سي اف سويت بيفور باينج، قبل ما تشتري لازم تشوفه بنفسك وتقلب فيه كده وبتاع. To have wait several days. وبعدين كمان انت wait several days عشان على ما تجي لك الايه، الجودز. لكن انت لو انت رايح street shopping هتقدر انك take your goods arrive direct returning goods، تقدر ترجعها كمان. الحته برضو دي ان returning goods also expensive. طيب high street shop and bank are closing because of increase of online shopping or banking. And this is leading to ghost owns. من العيوب برضو ان يقول لك الهاي ستريت شوب، يعني لو حصل اونلاين بانكينج ده هيؤدي لحاجات كتير او بنوك كتير هتتقفل فيزيكالي يعني، ما في بالك، وبالتالي ده هيؤدي لايه، increase in online shopping of banking and this is هيؤدي للghost town. ghost town يعني ايه، مدينه اشباح يعني forming، لان كله بيقفل بالتالي انت تستخدم الانترنت. طيب it is easier to make errors. it is easier to make errors with online banking and transfer money incorrectly. سهولة طبعا ان ممكن يحصل error وانت بتعمل online banking. طيب انا بيناقش جزئية برضو على ال effects of companies due to speed of online shopping. هل في ايجابيات وسلبيات يعني على ال online shopping and banking على ال companies بصفة especially؟ The earlier discussion all centered around the effect of ICT people, companies and other organizations have also been affected. يعني ال organization برضو هتتأثر بالإيه؟ بالأونلاين بانكينج دي of growth of ICT. لأن طبعا عملية الICT بينمو growth every day و every year. طيب ال companies هتتأثر إزاي؟ قال لك the companies can save costs here since fewer staff. انت بالتالي وجود الاونلاين بانكينج والاونلاين شوبينج هيقلل ايه،
fewer staff need to pay it, and it isn't necessary to have as many shop and bank in high street to deal with potential customer. قللنا طبعا او reducing الستاف لان انت كل عمليات او ترانزاكشن بتاعتك اونلاين والعملاء بتوعك كمان with potential online هيبقوا ايه؟ هيبقوا اونلاين. طيب because الانترنت جلوبال يعني لو واحد مثلا فتح كومباني معينه وبيبيع جودز معينه او بضائع معينه بالتالي الكاستمرز بتوعه مش هيضطروا ان هم يجوا ده ميزه انت قللت الستاف وقللت الويجز because الانترنت جلوبال البوتنشال كاستمر بيز اون انكريزد. برضه من التأثيرات على الكومبانيز ان انت الشركه لازم تكون الكومبيتيشنز بتاعتها مع الكومباني الاذر كومبانيز يكون عاليه جدا لان انت الكاستمر بقوا اكبر اونلاين يبقى انت هيقارن بينك وبين الاخرين والافضل اونلاين هيقدر ان هو يروح له. طيب there will be some increased of cost تكاليف. تكاليف ليه؟ because the need of retain staff. شفت كلمه retain staff دي انت هتحتاج staff يكون مدرب فانت بالتالي لازم هتصرف عليه you need to employ more staff in dispatch department اللي انت محتاج تعين موظفين يكونوا مدربين بشكل جيد جدا يكونوا training كويس جدا في dispatch department او في الاقسام الخاصة بالديسباتش او اقسام الايه الانجاز يعني عشان تنجز كويس بشكل كويس او بالسرعه المطلوبه لازم يكون في ريترين ستاف وبالتالي انت في كوستس هنا. There are also costs due to a setting up and maintaining الويب سايت. انت الويب سايت او الاونلاين بانكينج ده بيتعمل ازاي؟ لازم يكون في بروجرامر وسيتنج اب ومينتيننس وباك اب وحاجات عمليات كثيره جدا ترانزاكشن كثيره جدا فدي هتكلفك. Since there is very little or customer employee وبما ان الكاستمر والامبلوي انتراكشنز هيكونوا little this could lead to drop in customer لان الكاستمر طبعا راس مال هيدور على الافضل ممكن تكون انت مش افضل من حاجات كثيره وبالتالي شوف الكاستمر لوياليتي او وفاء الكاستمر بيك يعني which could lead to ان انت هتفقد الكاستمر او loss of customer بسبب الانترنت لان انت الكومبيتيشن بقت عاليه جدا. This could be broad يعني واحد داخل على الكمباني وبيبدا يشتري بجودز معينه ممكن يقارن بينك وبينهم فيلاقي هو افضل اسعار افضل كومبيتيشن هتبقى عاليه جدا. كمان من ضمن الديس ادفانتجز الروبرز طبعا السرقه are less likely due to decrease of number of high street bank. هنا دي تعتبر ايجابيه او بوزيتيف افكت ان الروبرز هتبقى less likely decrease. هو هنا بيناقش الايجابيات والسلبيات. ايه كمان؟ banks also need to employ fewer security staff. انت مش محتاج افراد امن زي ما بيقولوا او security staff على البيلدينج نفسه لان ده هيكلفك لان كل المواضيع بقت electronically وسيرفرات والداتا كلها على السيرفر فانت مفيش بقى money handed. طيب احنا هنتوقف النهارده عند الجزئيه دي ونكمل ان شاء الله السيشن الجايه التليفوني بانكينج ونتقابل إن شاء الله على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.